الراديو 90 90 هواها مصري. احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا، وزميلنا العزيز محمد صابر بيخبرنا ان في حريق في مصنع. عايز اعرف التفاصيل اكتر، نروح لزميلنا العزيز محمد صابر. يا ابو حميد مساء الفل. اهلا، مساء الخير يا استاذ احمد، اهلا بيك واهلا بالساده المستمعين معنا براديو 90 90. طمني الاول يا ابو حميد الاول على المصنع ده، فين؟ في اكتوبر ولا في برج العرب ولا فين؟ طيب احنا خلينا طبعا في البداية طبعا ان في كان عندنا حريق في مصنع في مدينة 6 اكتوبر في المنطقة الصناعية التالتة. المصنع ده بيقع على مساحة 1000 متر للورقيات والبلاستيكيات. يمكن اندلع النيران والتهمت الطابق الثاني والثالث والرابع. المصنع ده مكون من 4 طوابق. تم الدفع من قبل الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة وقطاع الحماية المدنية بالجيزة بإشراف السيد اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، وبناء على توجيهات السيد اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة اللي انتقل إلى مكان الواقع الآن، وقيادات مديرية أمن الجيزة متواجدين هناك. وتم الدفع ب 25 سيارة إطفاء و4 خزانات استراتيجية والدفع ب في أي أنباء يا محمد عن خسائر في عمال في حاجة؟ لا احنا حابين برضو ان نطمن السادة المستمعين ان بالفعل في 4 سيارات اسعاف كانوا متواجدين هناك، وتم التعزيز من قبل وزارة الصحة، وكان عندنا 7 مصابين تم تتراوح اصاباتهم ما بين متوسطة واقل من المتوسطة وضيق في التنفس. يمكن تم اسعاف 4 مصابين منهم في الحال، وتم نقل 3 مصابين الى مستشفى 6 اكتوبر المركزي. وجاري السيطرة في اخطار لوزارة الصحة، عارفة الكلام ده ولا يعني المعلومة دي من وزارة الصحة؟ بالضبط كده بالضبط. يعني طبقا لتقرير وزارة الصحة حتى هذه اللحظة عندنا كان 7 مصابين، في 4 مصابين تم عمل اسعاف اللازمة لهم في الحال، وتم نقل 3 مصابين الى مستشفى 6 اكتوبر المركزي لتلقيهم العلاج. يمكن جاري السيطرة الان على الحريق من قبل رجال الحماية المدنية والسيطرة على هذا الحريق قبل امتداد النيران الى الاماكن المجاورة. ربنا ينصر ان شاء الله، واهم حاجة بس ما يكونش في اي خسائر في ارواح. في محمد هو في حريق في مصنع تاني كرتون في برج العرب؟ يمكن كان عندنا بالفعل ايضا كان عندنا حريق في برج العرب تحديدا في مصنع كرتون في المنطقة ده النهاردة برضو؟ من حوالي ساعة لربع تحديدا في المنطقة الصناعية الثالثة بمدينة برج العرب الجديدة غرب الإسكندرية. يمكن تم الدفع ب 20 سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق. يمكن طبعا المصنع ده بيقع على مساحة 16,000 متر في المنطقة الصناعية دون حدوث أي وفيات الحمد لله. كان عندنا في إصابات؟ إصابة شخص واحد بس وتم نقله مستشفى برج العرب. ده مصنع إيه يا محمد؟ بيعمل إيه؟ مصنع كرتون. ورق كرتون يعني؟ كرتون. طب والمصنع بتاع أكتوبر ده بتاع إيه؟ ده مصنع ورقيات وبلاستيكيات. النيابة طبعا هتنتقل بعد الانتهاء من الاطفاء. انا ما بحبش اسبق اجراءات النيابة والاسباب الممعلنة بقى منهم ان شاء الله طبقا لبيان النيابة مطروح باذن الله. بالظبط، هو بيبقى في معاينة طبعا من قبل رجال النيابة العامة، وايضا معاينة من رجال المعمل الجنائي للوقوف على اسباب هذا الحريق. طيب يلا نروح بقى لشغلنا، عندنا شويه شغل كده حلوين تعملهم، وتحديدا في المنيا. احنا المنيا المره اللي فاتت محمد ما عملناش الشغل بتاعها، واعتقد عندك كمان النهارده حملات نزلت جديده في مراكز المنيا كلها. طيب خلينا نبدا النهارده طبعا زي ما انت نويت يا استاذ احمد، نبدا النهارده من محافظه المنيا واهم الحملات التي شنتها محافظه المنيا لضبط كل ما يخل بالامن العام ورفع الاشغالات والمخالفات. يمكن السيد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا تفقد خلال الحملات التي تجرى على ارض الواقع في محافظه المنيا في عدد كبير من المراكز والمدن، تفقد الشوارع الرئيسيه و الفرعية بهذه الأحياء. يمكن من خلال رفع الإشغالات والمخالفات التي نفذتها محافظة المنيا بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية والمحافظة، وجه السيد محافظ المنيا السيد اللواء قاسم حسين بالاستمرار في نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التي يتم توفيرها ومراعاة الشكل الحضاري اللائق بالمدينة. وشدد أيضا محافظ المنيا على ضرورة إزالة أي حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية والحد من الزحام والتكدسات، وإعادة تخطيط وتنظيم المناطق العشوائية ومناطق سوق الحبيشة، وبالإضافة إلى عدد من المناطق من أهمها كان شارع الحرية بجنوب مدينة المنيا. يمكن خلال هذه الحملات برضه أستاذ أحمد تم تحرير بخلال شهر من أهم ما تم تحريره من مخالفات تموينية، تم ضبط 2328
دي متنوعه يا محمد، بين اغذيه فاسده وانتهاء صلاحيه والحاجات دي. بالظبط كده، دي خلال الحملات التموينيه لضبط الاسواق والاسعار ومنع جشع الدكار وايضا مراقبه المخابز في عدد كبير من المدن وفي عدد والمراكز المنيا. ايضا من اهم برضو ما طب خلينا بس قبل نخرج من المنيا، عشان كان في اجتماع الظاهر للمحافظ عن الاستعداد للعام الدراسي للمحافظه، وده بيقول في 44 مدرسه دخلوا الخدمه، صح كده؟ انا عايز اقول لحضرتك يمكن بالفعل دي في خطه تعتبر خطه مستحدثه من قبل محافظه المنيا والسيد محافظ المنيا الذي ناقش هذه الخطه خلال استعدادات العام الدراسي الجديد، منها 44 مدرسه تدخل الخدمه، منها 21 مدرسه تم انشائها جديده. يمكن الهدف منها هو ستدخل هذه المدارس الخدمه التعليميه للعام الدراسي 2019-2020 على مستوى محافظه المنيا، منها 21 مدرسة جديد. إنشاء جديد وتوسيع 16 مدرسة وست مدارس إحلال جزئي ومدرسة واحدة كان إحلال كلي ليها. يمكن ده هيزود الطاقة الاستيعابية كمان للمدارس هناك، في عدد الطلاب يقدر إن شاء الله يبقى فيه استيعاب. طب أنا هخرج معاك من المنيا لسوهاج في نفس الخبر، لأن برضو محافظ سوهاج دكتور أحمد الأنصاري قال إن في 42 مدرسة جديدة دخلوا الخدمة. يمكن بالفعل طبعا في خلال خطة محافظة سوهاج أيضا السيد الدكتور أحمد الأنصاري أعلن عن دخول 42 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسي الجديد بطاقة استيعابية تسعى 24 ألف طالب وطالبة. يمكن وجه أيضا السيد محافظ سوهاج بعمل حصر عدد المدارس المتوقف عملها بسبب عدم توصيل المرافق ووضع حلول فورية لها على أن يقوم قطاع الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بتذليل كافة العقبات التي تواجه دخول أي مدرسة الخدمة بما يساهم في تقليل الكثافات الطلابية في المدارس. وجه أيضا محافظ سوهاج هيئة الأبنية التعليمية ومديرية التربية والتعليم بالتأكيد على الانتهاء من جميع المرافق بالمدارس وعدم تسليم تلك المدارس ودخولها الخدمة إلا بعد الانتهاء من توصيل جميع المرافق واتخاذ كافة التدابير اللازمة لاستعدادات العام الدراسي 2019-2020. أعتقد كمان بقى في لجنة نهاية الأبنية من وزارة التربية والتعليم بترجع كمان تراجع على المدارس دي. طب هروح معاك بقى للجيزة عشان سيادة اللواء أحمد رشدي عامل مجهود محترم الصراحة معانا، ونزل برضو عنده مجموعة من الحملات تحديدا كمان في سوق الحوامدية محمد. أعتقد خلينا طبعا يمكن احنا بالفعل طبعا استاذ احمد قبل ما نروح لمحافظه الجيزه يمكن او تحديدا في نطاق محافظه الجيزه، احنا حابين برضو كان عندنا عدد من شكاوي من الساده المواطنين لبرنامج حل بلدنا كانوا بيشتكوا من اسباب تكرار انقطاع المياه بعدد من مناطق الجيزه. يمكن طبعا عقب التواصل مع السيد اللي هو احمد راشد محافظ الجيزه والاجهزه المعنيه بمحافظه الجيزه في استجابه سريعه لبرنامج حل بلدنا، بالفعل السيد محافظ الجيزه يعني تفقد عدد من محطات مياه الشرب اللي هي كانت في منطقه امبابه وجزيره الذهب كان في منتصف الليل، وتواصل مع السيد وزير الري والشركه القابضه لزيادة معدل منسوب المياه خلال تفقده محطتي مياه الشرب من بابا وجزيرة الدهب في ضوء طبعا تزايد شكاوي السادة المواطنين عن انقطاع عطل المياه في عدد كبير من المحافظة. هقف معاك لحظة يا محمد، كده في تأكيد بقى من سيادة المحافظ ان كان في مشكلة في الجيزة فعلا في المي. كده بالفعل كان في ايه بقى اللي لقى المحافظ، يعني كانت المشكله ايه؟ ما هو اكيد شركه المياه برضو يعني مش متعمده ده، بس ايه الموضوع؟ لا هو شركه المياه طبعا استاذ احمد احنا بيبقى في تواصل دايما جدا مع شركه المياه وبقى الاجهزه المعنيه بشركه المياه وبيحلوا على قد اللي في ايديهم، بس اكيد لقوا حاجه. بالظبط، يمكن هو طبعا السيد المحافظ لما نزل وخلال جولته التفقديه بمحطتي مياه الشرب بامبابه وجزيره الذهب اكد ان بالفعل ان كان اسباب مشكله الانقطاعات هي ترجع الى وجود طحالب حول مرشحات محطات المياه. طبعا ادى ذلك الى سد المواسير بالبلدي كده عشان الناس تفهم، سد عامله انسداد في مرشحات والتي تتطلب ايضا غسلها اكثر من مره في اليوم الواحد، وبيتطلب هذا الامر ايضا لما بيتم غسلها اكثر من مره في اليوم بيترتب عليه انقطاع المياه على عدد كبير
من المناطق والتي يتم تغذيتها من خلال هذه المحطات. يمكن السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وأكد أنه بالفعل بيتم تنفيذ أعمال لاستعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة من هذه الانقطاعات. وأكد أيضا مع السيد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أن المشكلة موسمية تقلل معدلات وصول خدمة مياه الشرب خاصة في المناطق الواقعة بنهاية مواقع الخدمة، وهي في مواقع في نهاية منطقة الجيزة. وأيضا أكد أن بالفعل في خلال الفترة القادمة هيعيد معدل ضخ المياه لطبيعتها، وهيشعر المواطنين بتحسن في الضغوطات تدريجيا، وأنه تم استعادة العمل بالمحطات بطاقة 70% وجاري العمل على مدار اليوم لرفع تلك النسبة للوصول لأعلى معدلات. هتفرق كتير يا محمد، هتفرق كتير جدا. وأوضح بس حاجة للناس، أولا محمد بيقولوا ده بالتواصل المباشر مع سيادة المحافظ وبيان طالع من محافظة الجيزة، يعني مش محمد عارف الموضوع ده. حضرتك الصور كمان برضه. انا بتفرج عليه فعلا وانت بتكلم. دي اول حاجه. تاني نقطه، دي اول مرحله في 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 ضخ المياه، عشان بس الناس ما تقولش ايه المياه هيبقى فيها تحالم وده ممكن احنا نلاقيه جاي الفتره اللي جايه. لا لا، ده لسه بيبقى فيه مراحل كتير للتنقيه، مش دي المياه اللي بتجي لك بس، عشان الناس اللي بتسمعنا ما تتلخبطش. طيب هروح معاك بقى سريعا يا محمد عن الاشغالات اللي كانت موجوده في الجيزه في شوارع مختلفه، وعندنا اكتر من رساله ليها. نزل اعتقد محافظ انك بعت لي صور ان هو نزل بنفسه شال بقى كل الاشغالات دي. طيب يمكن احنا طبعا خلينا طبعا بالفعل برضو نطمن برضو سكان محافظة الجيزة ان بالفعل في تواصل مستمر مع محافظة الجيزة، وبالفعل السيد محافظ الجيزة ازال بالفعل 30 كشك غير مرخص بشارع المجزر الآلي، وازال ايضا سوق عشوائي بمنطقة الحوامدية وفتح الشارع امام الحركة المرية، ده من خلال الحملات التي نفذتها مديرية امن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشريف مساعد اول وزير لقطاع امن الجيزه، واللواء محمود السبيلي مدير الاداره العامه لمباحث الجيزه، خلال حملات امنيه وحملات ازاله اشغالات وتعديات التي تعوق حركه سير المواطنين في عدد من المحاور، وازاله التعديات الخاصه ايضا بالمقاهي والمحلات التجاريه، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المخالفين، ومواصله هذه الحملات على جميع احياء محافظه الجيزه لاعاده الانضباط للميادين. يمكن بالفعل انه تم ازاله 30 كشك ومحل مخالف بمنطقه المجزر الآلي بحي الهرم لتعديهم. طب هل يا محمد عشان برضو يعني الجيزه الصراحه كان ليها مبادره في القصه دي، والقاهره برضو كان ليها نفس المبادره، ان اوجدوا اماكن بديله للاكشاك دي، بس خلي بالك برضو الناس دي ممكن يبقى اكل عيشهم وده مصدر دخلهم، فناس كتير اللي سمعنا دلوقتي ما جاتش على الاكشاك. هل الجيزه ممكن تكون حاطه خطه ولا حاجه ان يبقى نقل الاكشاك دي في منطقه مثلا مؤهله اكتر عشان ما فيهاش اشغالات؟ انا عارف ممكن اشرد عندك، بس هنحاول ناخده منك بكره ان شاء الله، لان وقت حلقتي انتهت وممكن اتاخرت كمان. استاذنك يا ابو حميد هنكمل بكره ان شاء الله.